في شأن سوري متصل أيضا، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن القوات التركية قصفت 54 هدفا في منطقة إدلب شمال غربي سوريا، ردا على استهداف قوات النظام السوري لجنود أتراك في إدلب. وأدى القصف التركي بحسب أكار إلى مقتل أكثر من 70 جنديا من قوات النظام السوري. خلاف الميدان لا يفسد للود قضية، حتى وإن كانت القضية على الأرض السورية. هكذا عهدت أنقرة علاقاتها بموسكو، لكن سجالهما الأخير يوحي بتوتر جديد يلوح في أفق إدلب. قوات النظام السوري تصيب بنيرانها جنودا أتراك وتنسف تفاهمات، ظن إردوغان أنها بمأمن من عبثية الحرب السورية. لستم الطرف الذي نتعامل معه، هكذا خطب الرئيس التركي موسكو، محددا قوات النظام السوري كهدف للرد على مقتل جنوده، وبهدوء يظهر أكثر مما يبطن. أكد إردوغان أن قواته قصفت وأوجعت مواقع للنظام السوري، متأملا من موسكو عدم وضع عصي في العجلات التركية. وزارة الدفاع الروسية سارعت لتلقي اللوم على تركيا، وقالت في بيان لها إن استهداف قوات النظام الجنود الأتراك ما كان ليحدث لو علمت به روسيا مسبقا، رواية نفتها وزارة الدفاع التركية بشكل لا يقبل التأويل، مضيفة أن موسكو كانت على دراية بما قامت به القوات التي تأتمر بأمرها. الإجهاز على إدلب بأي ثمن، غاية لا تحرم فيها قوات النظام أي وسيلة، فيها تضمن إنهاء وجود المعارضة ميدانيا وتجردها من أي ثقل سياسي على طاولة المفاوضات، وبذلك تتسيد موسكو المشهد السوري دون محاصصة تركية. الهدف ليس بضعة جنود، بل إيصال رسالة روسية إلى تركيا بنيران أسدية ترمي لتحجيم أنقرة ووجودها على الأرض السورية، وحصره بنزاعها الأزلي مع القوات الكردية ولجم مكاسبها. الجغرافيا السورية بحربها وسلمها تثير هواجس أنقرة وتدفعها لنبذ السيناريوهات التصادمية مع حليف ما يجمعها معه أكثر مما يفرقها عنه، رغم اتباعها الأهواء الروسية في بعض الأحيان، إلا أن تهديد وجود أنقرة على الخارطة السورية أمر لن يمر دون عواقب وتبعات. ينضم إلينا من إدلب شمال غربي سوريا مراسلنا هنا خالد الإدلبي. خالد، تقدم جديد لقوات النظام ومفاجئ إلى إدلب المدينة، ما هو مصير النازحين؟ ما هي الأوضاع الإنسانية؟ وأيضا ما هي أيضا التطورات الأخيرة على مستوى الميدان هناك؟ نعم زاهر، بداية قوات النظام الآن تبعد عن مدينة إدلب 7 كيلومترات فقط. قوات النظام الآن مركز في النيرب جنوب شرق مدينة إدلب. طبعا مدينة إدلب تحوي أكثر من 1,000,000 نازح فقط ضمن الأحياء المدينة، ما عدا محيط المدينة يتخوف النشطاء في المنطقة من وقوع أكبر كارثة إنسانية في حال اضطر أهالي المدينة للنزوح جراء عمليات النظام. الغارات الروسية يوم البارحة وصلت حتى محيط مدينة إدلب ومحيط مدينة سرمين، أيضا الغارات الجوية كانت مكثفة خلال 24 ساعة الماضية، سجل قرابة 500 غارة جوية من طائرات النظام الحربية والطائرات الروسية في المنطقة الواقعة ما بين مدينة سراقب ومدينة أريحة وبعض الغارات في منطقة ريف حلب الغربي. عدد الضحايا المدنيين يوم البارحة ارتفع إلى 12 مدنيا بعد وفاة أحدهم متأثرا بجراحه التي أصيب بها بغارة جوية على مدينة سرمين. قوات النظام تحاول القيام بعملية التفاف على مدينة سراقب بعد وصولها إلى قرية الترمبا غرب مدينة سراقب، تحاول التقدم من الجهة الشرقية بعد سيطرتها على قرية أنقراتي وقرية مرديخ. تحاول قوات النظام التقدم شمالا باتجاه قرية كفر عميم الواقعة شرق مدينة سراقب للقيام بعملية التفاف على المدينة. أيضا تقوم الطائرات الحربية باستهداف كامل الطرقات الواصلة باتجاه مدينة سرمين ومدينة سراقب من الجهات الشرقية والشمالية والغربية. ليلة البارحة دفع الجيش التركي برسل جديد باتجاه
غرب مدينة سراقب بعد اقتراب قوات النظام من تلك النقطة لمنع قوات النظام من التقدم باتجاه المدينة، حيث حاولت قوات النظام الليلة الماضية وعبر اشتباكات نعم وقصف مدفعي من الجهة الغربية لمدينة سراقب التقدم إلى الحي الغربي للمدينة، لكنها فشلت بذلك التقدم. شكرا جزيلا لك خالد الإدلبي مراسلنا من إدلب.